يلا فواز نشوف لنا قهوة زينة ونقعد نسولف. إيش ناوي عليه؟ يعني قبل الدوام أشوفك وبالدوام أشوفك، تبي بعد الدوام؟ إيش سالفتك؟ عندي وياك موضوع كلش مهم. يا كثر مواضيعك، قول احكي غرد. فواز أنا محتاج لأي معلومة تعرفها عن فارس. هاك شوف. شنو هذا؟ من كاتبه؟ هذيل اللي كانوا السبب في موت أبوي. طلعت أم المصايب هذه خوله. أنت متأكدة؟ طبعاً متأكدة. عيل قول لي ليش قبت وانحاشت عقب ما طلبت منها الفلوس؟ الله العالم إيش يبون منها وإيش خاشة عندهم. الحين قول لي إيش أسوي؟ أبلغ عنها الرسالة؟ طبعاً لا. أنت ناسي إن إحنا مسوي سالفة عودة؟ تبي تبطين عين الشرطة علينا ولا شنو؟ مو أخاف يسوون فينا مثل ما سووا في أبوي. هذي العادي يسوون جريمتهم ما حد يعرفهم. أنا أقول خلنا نفكر قبل لا نسوي أي شيء وندم عليه بعدين. بس أنت قولي حق مرت أبوك إن لا تطلع ولا تبطل باب حق أحد. إيه أنا وصيتها قلت لها، بس لمتى بنتم كذي عايشين خايفين؟ تفرج إن شاء الله تفرج. زين أنا بروح القهوة الله يخلقك. ما يدير بالك على عمرك لا يطلع لك واحد بالطريق شيء بعد يذبحك. الله يحفظك. بنفجر بموت. لو مسوي اللي انا قلت لك عليه كان انت مرتاح. انت مجنون؟ ان صار بامي شيء راح اروح انا سجن مؤبد. اي سجن مؤبد حبيبي؟ ايش فيك انت؟ حبيبي كلها غسيل معده ومع السلامه. ايش فيك؟ اي غسيل معده؟ امي ترى بشهر الرابع مال الخامس. شنو غسيل معده؟ ياما يا اهالي يموتون ببطن امهاتهم. امك كبيره ممكن اي شيء ياثر عليها. وانت اذا بتتم ساكت اسكت لا تتشكى. شلون اسكت؟ وحقي شلون اخذه يعني؟ اخذه ما قلنا لك لا. ان فات الفوت ما ينفع الصوت حجي. زين عطني اللي اعطيتني اياه المره اللي طافت. ها طلال ابوك وينه؟ طلع شوي ورجع. زين اهم شيء انك عرفت حسابها بالانستغرام علشان نبلش خطتنا. ما ابي اخاف ابوي يطيح علي وننكشف. لا تخاف ما راح يطيح عليك. قول لي ما كلمتك شنت الحراية؟ ايه كلمتني وسوت عشاء بعد. ايه طبعا قاعد تمثل عليك عشان تتقرب منها تبيك تحبها. اسمعني يا طليل اياني وياك تتقرب منها والله اذبحك. لا تحاتيني يمه وجد صاحي وفاهم. تصبحين على خير. وانت من هلا. لازم آخذ حقي كامل منهم. ذولي مالهم أمان وممكن بأي لحظة يأخذون الفلوس ويفلتون من البلد. أني خسرت هواي وما بقى بالعمر شيء.
لازم أخمط خمطتي وأشلع بليلة ظلمة. ألو. تمام ماشي خلاص تمام. أنا رايحت له الحين خلاص خلاص أنا رايحت له باي. ها قاعد بروحك اليوم؟ وين حبيبة القلب عنك؟ ولا اليوم تبي تشيطن؟ مرتك نايمة فوق وانت قاعد تطقطق بالتليفون. لا حبيبي هذه سوالفك انت تطقطق بالتليفون وحركات اليهال. احنا شباب وعارفين بعض وادري انت الحين شنو قاعد تفكر فيه. شوف عمر، اذا عبالك ان انا مستانس من حمال امك فانت تطلع غبي. صدق والله؟ ليش ما تطيح الياهل؟ لأن أمك تبي، وبعدين أنا قايل لها من البداية إن أنا ما أتحمل أي مسؤولية. تعال بسألك سؤال، أنت تصرف على نفسك؟ ولا أمي تصرف عليك؟ لأن الواضح أنت مو قادر تتحمل أي مسؤولية. تصدق عاد ما راح أرد عليك؟ مو لأني خايف منك، لا 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 تقعد تضحك، لأن ما بيتناجر معاك الوقت ما يسمح. وخر يدك. بس عشان تيشيرتك لا يتعفس. ما دام انت ما تبي الياهل ليش ما تساعدني نطيحه؟ شلون يعني تبي نطيحه؟ خاف اقول لك تروح تقول لها. ودام مو واثق فيني ليش قاعد تقول لي انت العين؟ لا لا تعال تعال قاعد. وينك؟ انا ما عرفت انام. ايش فيك صاير شيء؟ لا بس ابيك يمي. يا ذاك هذه سالفه خرعتيني والله. سيف انا تحكي من صدق. ادري ما يخالف ما يخالف يبا انت الحين حامل مو زين لك الارهاق. يلا يلا خلينا نصعد نروح ننام. توكل على الله يلا امشي 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 امشي. ايش فيك خايف انت يلا يا ذاك؟ هاي باي. هيك السالفة. هذا سيف ابن اختي وانا حافظه وحافظ كل الاعيبه. بس خلي ما استعجل، خلي اعرف القصة زين وبدون ما احد يحس بيه. ويوم جديد ويشيل معاهم جديد.
الأمور وايد بالتغير. تاريخ اليوم بيكون محفور براسي. كمل حليبك، حليب مفيد. صباح الخير. هلا، يلا يلا بوجي. لا بالعافية، ما أشتهي. بعد ربع ساعة قعدوا سيف. ها وش من يودي المدرسة؟ أبوك يوديك. باي باي. أروح أقعد أبوي عشان ما أتأخر. إيه طبعا، ما تشتهين. إذا لافطة ملايين شلون تجيك الشحيح؟ تريقت؟ ايه، قلت سمونة وشربت عصير. يلا قم خلاص أوصلك. ما أبي، أبي أبوي يوصلني. أبوك مريض توه، هسه أخذ دواء ونام. قم، أنا راح أوصلك اليوم. انت مصارقة ولا شنو؟ ايش فيك مشغل كذي الاغاني من الصبح؟ ايش فيك انت مجنون؟ كيفي؟ وبعدين كل هذا نوم؟ وين امك؟ زوجتك، زوجتك وين؟ نايمة. هذه ما ادري ايش قاعد تاكل اللي قاعد تنام كذي. قلت لها؟ خايف؟ اكيد بخاف. اذا واحد نفسك قاص على واحد اكبر من امه، تقبل منه كل شيء. لا تحاتي، ما قلت لها. وبعدين انا فكرت بكلامك عدل. خش تروح المطبخ تسحب ريوك عشان تساعدني. شوف، انا راح اسوي الريوك وراح اقول لها ان انا وياك اللي مسوينه، مو تخورها. اوكي، لا تحاتي. كادي انت من صدقك عدتني. وقفي يا بنت الحلال، انت من صدقك شفتي حالته؟ ترى حالته هذه من سيء لاسوء، كل سنه قاعده تسوء، وكل التقارير تقول انه بيموت، ما راح يعيش. شفت سيف، انت ليش تبي تسوي فيني كذي؟ ليش؟ انسى، شيل هالسالفه من راسك، شيلها. ما قلت من راسك. تعالي يا بنت الحلال تعالي، انت ايش فيك؟ لو ادري انه بيصير فيك شيء كان ما قلت تسوي هالشغله هذه. كادي 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 حبيبتي، انا اسف والله، انا اسف،
انا مو قصدي اسوي شغله، انا مو قصدي اني اصرخ عليك، بس ما ادري شلون انفعلت. صدقيني انت تنقذيني من السالفه هذه، مو تنقذيني انا بس تنقذينا كلنا. زين انا خايفه، انا اسقط من بيوك. بسم الله عليك، لا تقولين هالحكي، يعني يومي قبل يومك يا حبيبتي، لا تقولين كذي. خلاص خلاص، لا تبكي لا تبكي لا تبكي. جتني عدلة. صباح الخير. صباح النور. هلا. شفتش مريتي ما سلمتي، استغربت. اي عندي شغل هالايام وايد برا. كاد انت وايد متغيره، في شيء انت؟ لا ماكو، الا العافيه، بس تدرين يعني الزواج ومسؤوليته ولويا كذي، ماكو شيء. اوكي، لو احتجتي اي شيء انا موجوده. اوكي. اي كادي، شنو هالجنطه هذه؟ الله يسلمك، شغل بخلصه. قلت زين انا فاضيه لو تبين اساعدك فيها. اوكي. لا 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 حبيبتي، شغل خاص فيني انا وسيف، قلت خلنا خلصه. متاكده؟ زين اذا بغيتي اي شيء بلغيني على طول. اوكي. مشكوره. انا بمكتبي. اسمعني انت، مو تشوف امي تقعد خورها، دير بالك. يلا روح قاعد، انا ما احط ريوق على الطاوله. يلا روح شناطر. لازم اشوف فارس واسال على صحته. ذولي ما خططوا على هالبلوه الا وهم متاكدين منه ميت ميت. صباح الخير. هلا 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 هلا، صباح الورد.
جيت بوقتك. شلون مسوي لفه اليوم؟ بدايه تفضل. هاي يابا هاي شلون لفه اصليه؟ تصدق من داومت وصار الدوام وايد حلو يا ابن. ان شاء الله ايامك كلها حلوه. امين وياك ان شاء الله. ابو الفوز اليوم اريد اروح ازور فارس بالمستشفى. شو السالفه يابا؟ احنا البارحه كنا عنده، شنو حلاوه هو؟ لا تعرض لي، قلت لك اريد ازور فارس. خلصنا خلاص ولا يهمك. الف عافيه. دوسي لها. صباح الخير. صباح النور يما. حياس تعالي تعالي تعالي. اي جنتل جنتل تعالي. انا وايوب اليوم سوينا لك خوش ريوق. انت وياه؟ ايه. الله يستر. عسى ما الواحد سوى شيء زين لو شككتي فيه. ايوه يما ترى انا وايوب طبخنا. ها انا سويت البيض وهو سوى الحليب. اثنينكم انتوا سويتوا الريوق؟ ايه. يعني تصالحتوا؟ اي تصالحنا وطلب مني ان نفتح صفحه جديده وبس. انا قلت اعطيه فرصه. وحتى انت يمه لازم تعطيني فرصه عشان تشوفيني اني تغيرت. دام كذي زين يلا صب لي حليب. تامرين الشاي والحليب كله تحت امرك. انا بقوم اخذ شاور. زين زين بعد الريوق اخذ شاور. لا بروح لان عندي موعد ضروري مع كادي. ترى الدنيا ما راح تطير. ادري حياتي ان الدنيا ما راح تطير. 10 دقائق شاور سريع وانزل اتريق وياكم. براحتك. تمام. ما خليه خليه يروح. انا اسوي لك بيض راح تحبينه والله. والله ما ادري ايش اللي براسك بس اسمعني زين. لو تحاول او تفكر تسوي له شيء ترى ما تلوم الا نفسك. تسمع ولا لا؟ يما شنو بسوي له يعني؟ تونا قاعد نسولف ونضحك. المشكله ولدي واعرفك زين. من بعض الظن يا يلا اكل تريق. اوكي. موبايل عندي. يعطيك العافية أختي. بسم الله الرحمن. آسف ما كان قصدي. لا ما عليه تفضل أمرني. حبيت أستفسر عن نسبة الودايع اللي عندكم. أي إن شاء الله.
تلقى النتيجه متى راح تبين؟ ما ادري، انطر لا تستعيل. شنو لا تستعيل؟ انا يا معود خايف، خايف تصير مصيبه. يعني انت بتخاف على امي اكثر مني ولا شنو؟ انت هي تعال قاعد لا تفضحنا. ماني قادر اقعد، بروح اشوفها. يروح شوفها، تشك فينا وتفضحنا بعدين. أيوب سكرها لي. إيه أوكي حاضر. أعطيني. إيش فيك؟ لا ما فيني شيء عادي، بس قاعد أفكر بأختي، قلت لك بروح لها. بس سأروح لها. شلون وأخليك أنتي؟ عيارتك كل يوم قاعدة مطنقر لي، يوم أشوفك حابني. سوسن، انتي تدرين انا ايش كثر احبك. اذا صدق تحبني حب اللي ببطني اول. ادري فيك تفكر بنظرة الناس وش بيقولون، بس ترى كلام الناس ما راح يوصلك المكان. ايش خذيت انا من كلام الناس غير المغثة والمرض؟ اقول روح، روح حق اختك، خلص شغلك. اذا عبالك ان انا مستانس من حمال امك فانت تطلع غبي. ليش ما تطيح ليال؟ لان الواضح انت مو قادر تتحمل اي مسؤوليه. وخر ايدك. بس عشان تيشيرتك لا يتعفس. ما دام انت ما تبي ليال، ليش ما تساعدني نطيحها؟ شلون يعني تبي نطيحها؟ اخاف اقول لك تروح تقول لها. إذا بغيت أي شيء كلميني. إن شاء الله. ألو. كان يطالع سيف ولا خلاص خلاص أيك وأقول لك يلا باي. ولما تخطي أول خطواتك بطريق نهايتك تصير خطواتك ثجيلة، جنك تمشي في وحل، وكل ما تقدمت خطوة صارت المسافة أصعب وأصعب وأصعب. لا 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 انسى هالموضوع. ما في شيء يساعدنا إلا هالموضوع هذا إذا كنت تبين تساعديني. إيه بس هذا ممكن يدمرني. أنا بعرف أنت ليش خايفة. لأن هذا مو حقنا، حرام، هذا يسمونه بوق. أشوف لما كنت بتاخذين فلوس مالها تخولة اللي باركتهم مع أبوك، ما قلت إن هذا مو من حقنا ولا حرام. وانصحه وطالبه بحقه.
صاحب المبلغ الحين قاعد يهددني، اذا ما سددت له دخل السجن. وين وديتهم هالفلوس؟ وين صرفتهم؟ صراحه فسفستهم. بعد فتره هم بعد خذيت قرض علشان اسدد المبلغ، فسفستهم على السفر والوناسه. شو افهم من هالحكي؟ انا ماكو قدامي الا سجن الحين. تدرين قضايا مثل هذه يعني من 5 إلى 10 سنوات. انا مو محور قلبي الا لبطنك اللي ما راح اكون يمه ولا راح اشوفه. بروح عندي كم شغله بخلصها. شنو شغلك؟ قولي لي انا خلصت لك كل شيء. لا انت خليك هني. زين ما تبيني اجي معك؟ انت سالفتك اليوم قلت لك شغلي بخلصها بروحي. زين على راحتك. مع السلامه. هذا الفلوس كاملة؟ اي بس عندي شرط. شنو الشرط؟ حزتي اللي تبي تسلم الفلوس اكون انا موجودة، يوقع لي على ورقة استلام. قاعدة انتي موافقة فيني؟ لا حش يا حبيبي، بس ما انا ابي ارتاح. ان شاء الله. بسوي لك اللي تبينه. سيفتك فمو تزعل مني. قاعدة حبيبتي انا ماني عارف شلون اشكرك. ماني عارف شلون اطلع من ازاج. يمكن بدونك انا ما اقدر شنو حالي. اهم شيء راحتك حبيبي، واهم شيء تكون يمي. انا كلي لك. انزين دق على الريال خليه ياخذ فلوسه. الحين عاد؟ خليها العصر. اوكي، دام كذي عيل انا اروح حق مريم وتالي ارجع. ترجعين وتلاقين احلى غدا جاهز. شنو انت اللي بتطبخ؟ لا شكو اطبخ، بطلب من مطعم بس خوش مطعم تاكلين اصابعك وراء. خوش عيل، اروح اشوفها ما ادري ايش سالفتها، حتى اكل مو راضيه تاكل. يلا مع السلامه. الله وياك.
الدواء طلع تلش ما يابي نتيجة. الو بشر صار؟ لا طلعت لحقتها بالسيكل قاعد اشوفها تمشي ما فيها اي شيء. زين وين راحت هذه؟ نزلت مجمع خفت انزل وراها تشوفني. زين اسمعني خليك ناطرها واذا صار شيء بلغني. يلا اوكي باي. يلا ماشي باي.